نطلع دلوقتي نستمع لكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر الـ 44. نرجع لكم مرة ثانية. دمائهم حفاظا على مقدرات ومكتسبات هذا البلد العظيم. إن انتصار أكتوبر لا يمثل مجرد انتصار عسكري في معركة لاسترداد الأرض، بل تعدى ذلك إلى كونه انتصارا على اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة، حربا وسلاما وتنمية. فلم تكن أبدا الحرب هي غاية مصر، بل كان السلام هو الهدف الأسمى. لقد كانت حرب أكتوبر في الأساس حربا من أجل السلام والتنمية بعد استرداد الحق المسلوب. وعلى مدار أكثر من 40 عام مضت، أثبتت مصر دولة وشعبا قدرتها على صيانة مكتسبات السلام ومقاومة أي متغيرات طارئة تسعى للنيل منه لتقويض أهداف التنمية والاستقرار. استطاعت الدولة المصرية بكل مؤسساتها أن تتجاوز كل العقبات والمعوقات التي هددت دولتنا حضاريا وإنسانيا. لقد حافظت مصر دوما على مبادئ العدل والسلام، السعي دوما لتحقيق التنمية والازدهار. شعب مصر العظيم، التحية لكم اليوم واجبة على ما تبذلونه من جهد وما تقدمونه من تضحيات في معركتنا ضد الإرهاب الأسود الغاشم، وكذلك من أجل إعادة بناء بلدنا العزيز الغالي سويا. إن المعركة التي نخوضها اليوم جميعا لا تقل في شراستها وضراوتها عن ما واجهه الآباء والأجداد على مدار تاريخ أمتنا العظيم. وهذه المعركة تلزمنا أن نكون جميعا على قلب رجل واحد حول الوطن، نحمي مقدراته ونصون مقدساته، ونبني للأبناء والأحفاد المستقبل كما بنى لنا الآباء والأجداد الحاضر. فهذا الوطن العظيم يستحق منا أن نبذل له كل غايل ونفيس. شعب مصر العظيم، إننا عازمون سويا على أن نستلهم من روح أكتوبر وعبقريته ما يدفعنا نحو تحقيق المزيد من الانتصارات، سواء في مواجهة أعداء الحياة والإنسانية أو من أجل تحقيق الازدهار والتنمية. وثقتي في عبقرية هذا الشعب العظيم بلا حدود، ويقيني في قدراته مطلقة، وأملي في المستقبل كبير، وحلمي لمصرنا العزيزة لا يقل عن حلمكم بها وطموحنا نحو الغد سنصنعه بأيدينا اليوم ودائما أبدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.